لسه سامعيني، فراح اقرب شوي وانا بحكي سريع، يعني اذا حاطتكم في جيب بس عشان بدي تسمعوا. صار معي اشي يعني الى اول ما الى اخر. كان المفروض طيارتي تكون امبارح، وطيارتي مش وحدة، 20,000 وحدة التغت امبارح علي، يعني لانه كان صار عندي مشكلة بجوازات السفر وابصر شو قصة طويلة عريضة. يعني طول اليوم طلعت في المطار امبارح من العصر لليل طلعت، فكان جدا جدا متعب، وباخر اخر اشي فقدت الامل، يعني حسيت خلاص انه ما حقدر اسافر وهيك. احنا كلنا عارفين يعني هلا انه ليل كل مسافر، كنا هنا دبي ان شاء الله عشان نحضر عرس ضيف. ف انا كثير كنت انا متحمسه وهيك، لانه كنت بدي اروح قبل بوقت عشان اكون يعني رايقه وهاديه وهيك، بس ما قدرت. فالحمد لله لقيت طيارة اليوم على 8 الصبح، حين طالعين ان شاء الله بدنا نطير هلا. اسمعوا صراحة موتت من التعب، يعني كتير مش شوي. امبارح يعني كان يوم هيك كتير سيء علي، انا كان مودي اصلا كتير 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 سيء، فهيك كله اجى ورا بعض. ويعني لاني ضليت في المطار يعني 7 ساعات تقريبا، كتير ضليت كمان. امبارح صار شغلة معينة بالنسبة لفستاني وهيك، ابصر شو اول اشي، بعدين انحلت الحمد لله واموري تمام، كل شيء انحل بالاخير الحمد لله يعني، ولعله خير يعني اللي صار، مش مشكلة يعني الاشياء اللي صارت. المهم انه حلاحق اليوم ان شاء الله اروح بكير، يعني ححاول هلا انام بالطيارة وهيك عشان اكون مصحصحة، وان شاء الله خير. الحمد لله انه لقينا حل بالاخير. بلشت اجهز، ف تعالوا اخذكم معي. عملنا نص شعري بالاول، لسه ما سوينا كله، عم نعمل فيها. ما ححرق عليكم لك صبا، بس هيها هون. هيها هون. هاي مدي ايدك. هلو، هاو ار يو؟ هاي هلو. انا مع ميك اب ارتست، كلها اوكي. هاي ايه، كيف هيك؟ هلو، انت القمر، والله انت القمر، هي القمر. والله اسكها. اوه، عم نسوي هلا شعري طبعا، لسه احنا يعني بالبارت الاول عشان لازم نسوي ميك اب بعدين كمان مره شعري. ف بس بدنا نحكي هاي للجورج يعني، بس هاي. مين بده يعمل لي شعري اليوم؟ ما بعرف مين. مين؟ جورج اكيد. فيا جماعة كتير تحمست، شوفوا اللوك النهائي. العرس هو العرس لسه مو هلا اكيد. المهم احنا هلا عملت يعني تشيك عندي خطاب ضيف وهيك كلهم، كمان اسمه تابعوني على الانستغرام، لانه على الانستغرام بنزل شوي انه اشياء واضحة اكتر، يمكن يعني هون ديتيلز كتير، بس على الانستغرام انه بتفهموا اكتر ايش عم بسوي بشكل عام، لانه انا كتير بحكي. ف anyway يلا سي يو جايز، بس اجهز